شو سوب جايز جايز وكاين سبيشال جايز باقي بنفس اللبسه وفي نفس النهار وفي نفس الساعه كندير رياكسيون لا طوطو حيت كنت مسافر وعليا تعطلت عليكم بزاف تعطلت حيت ما كاينش بيسي بورطابل وما كاينش فين تصور وما كتعرفوا داك التانكيشه ديال السفر راه صعيبه بزاف وتعطلت ام سو سوري عاوتاني كنعاودها الكراندي طوطو بيضاوي برودكشن باي نوفو التراك هذا بيضاوي كنسمعنا منه واحد شويه في انستغرام كان قال لنا وصلوها لواحد 1.5 مليون ووصلت 1.5 مليون ساعة طوطو ديما في ديك المسيوسات الصغيورين قالينا وصلوها لجوج مليون وصلت لجوج مليون وحطينا بيضاوي تمسكو وراح تجمعو طوي كليب سو لكتي او ما كتشوفش غير فوق حسا سبسكرايب لايك كوجي لاك بوطن نظم لي مازال ما تقيد بالفيسبوك كتشوف تاع الديسكو ديال عقول الفيسبوك تدخل تقيد فيه انستغرام انستغرام ديالي ها هو غتخلي دير ليا فولو شراوت اللي هما مؤديرهم اللي غيعرفوا هاد انستغرام هادي ايوا هو انستغرام ها هو ديروا ليا فولو وصافي هادشي اللي كاين صافي سالي وات ذا فك حامض الكراندي طوطو بيضاوي هاد التراك هذا كنت سمعت منه دوبل طوم ستيل بقيت عاقل عليها ماشي سمعت التراك حيت كان واحد كيقول لي اخويا انت ديجا سامع التراك فشوفني كنعاود مع التراك يعني بحال حافظ راه ماشي صافي ديال راه تمزق التراك راه ديجا سمعته في ستوري ولا كان رابور ديجا حط منه واحد شويه ما خصنيش نبقى نشرح هادشي هذا بزاف سو جايز ما نطولش لكم بزاف تمزقوا التراك حيت انا باغي نسمع التراك هذا كامل يعني صحه صعيبه فاش البلان اللي كيطرى ليا انا فاش كنكون مسافر ولا فاش ما كيكونش عندي البلان فين نصور راه كنبقى صابر واحد المده طويله يعني ربع ايام ما غنسمع التراك حتى نرجع للتطوان عاد نصور له رياكسيون يعني كتبقى ربع ايام وانت كتسمع بنادم كيسمع وانت كدير لي زيكوتور باش ما تسمعش معاهم والله الا دليبه كنديرها سقسي عليا همام وسقسي عليا السيبوس وسقسي عليا الدائر كيكونوا طالقين شي ديسك يعني باقي ما درتش له رياكسيون كنشد لي زيكوتور شو باش دخلكم في هادشي هذا خصني نخصكم رياكسيون ها هي رياكسيون صافي فهاد الدخله هادي حسب راسي بحال كنسمع ترافيس سكوت حيت هاد اللعيبه اللي كتبدل الفويس كيرجع دوك يعني سمعتها بزاف ديال التراكات ديال ترافيس سكوت ما تنقولوش طوطو ناقل غير تنبغيو نشرحوا واحد اللعيبه بغيت نقول لكم بلي هادي غياكسيون تنقول بلي زعما راه ديجا فكراتني في ترافيس سكوت وفكراتني في ترافيس سكوت بوحدو كان اللي فكراتني فيه بيضاوي ارت وورك فيها مهم كازا مسجد الحسن الثاني ما بانش ليا التوين لا كاينش بحال ترافيس سكوت غيدخل لي رابي بحال ديز ديال دروغز يو شول تراي ات وكانتن سكاي فول كتسمع فيهم هاد الفويس هذا غليظ بزاف نسيت اش كيقولوا كانتن تشيب ولا شي بلان عنده واحد السميه هاد الصوت هذا زوينه فاش طلع دخل هاد اللعيبه هذه عجبتني ناري نايس كتحس بداك الفويس ديال طوطو ديما تيغوت دوبل طوب ستيل كيغوت حيت الصوت ديال طوطو تيضرب مني تيمزق هنا ما الفوق سمعت دابا ما سمعتش دابا ما حافظتش حيت ما سمعتش التراك ما حيت ما سمعتوش فداك البونص اللي عجن تيشد الحروف تيبقى يدير لهم فحال هكا وتيعطيك تمزك حرف مقاد راه ما يمكنش اصاحبي راه كتعجبني في هذا نايس اصاحبي كيعطيك تقول نايس اصاحبي عجبتني واش سمعت شي واحد تيديرها طوطو اونيك بزاف تقول وطوطو كيبان لي واحد اللعيبه فيه ديما تيبقى يجبد المدن بحال انا وعشيري وسط مارينا دوبل طوم السيل غادي مستكل وسط قيليس شي مدينه اخرى كنجبدها عاوتاني المهم كان ديما تيجبد المدن تيرابي على المدن زوين هاد البلانات القافيه فيها الفلو في القافيه تختي تيقود ليا راسي هادشي
شيء مستيلي، كان في الأول دبل طبوح دابا كل شيء مستيلي. بالنسبة للستايل راه مؤخرا وليت كنشوف روابا عندنا راه مهيبين بزاف الحوايج، اوكي ماشي غير روابا حتى البيبليك، البيبليك الدري اللي كتمزك للراب، الدري اللي كتعرف الكالتشر عرفتي، تحطنا في امريكان راه مبانو مراكنا بالروج، خصوصا الدري اللي عوازه ماشي صميمرين زعما في حالي في حال هكا واقل مني، المهم مغاربه اون جينيرال من طنجه للقويره كاين دراري عرفتي راه مهيبين، يحطونا في امريكان مبانو مراكنا بالروج ولا ما تحسبوش مغاربه، حيت مغاربة مقودين من الاخر صافي. نايس بيضاوي، كنخصو كليب حيت انا في اغلبيه ديال التراكات كيهز عليا نرياكتي كليب، حيت الكليب كنلقى فيه نشد كدا فهمتيني، كيفاش كتلقى يعني التراك مليوح فحال هكا يعني ما فيهش شي باغول اللي هرباني، الكلمات فيه هرباني بزاف ما تلقاش فيه نشد، ولكن كومين بعدا راه سميتها رياكشن ما سميتهاش ريفيو، يعني فاش كتشوف اول مره كتشوف الديسك كترياكتي كتعطي لا رياكسيون ديالك. كان وليت كنشرح بزاف هادشي هذا حيت كنلقى كومونتيرات راه الهربه، علاش انت ما كتشرحش، علاش انت ما كدويش، علاش انت كتبقى ساكت، علاش انت كتبقى تشطح وما كنبقاش غنشطح، ما والله ما ساس كنشرح هادشي هذا. سو جايز داك الشيء وما كتجيو حساب ناري دخلت والله حتى دخلت رجعت في الاول، انا سبونطاني كنحط كلشي هادي غتشوفوا حتى هي في المونتاج. سو جايز تعجبتكم لا رياكسيون لايك، ما عجبتكش ديك فاكين ديزلايك، ومازال عندي بزاف ديال الطاكات خصني رياكتيهم حيت سباميت في انستغرام، ذكرنا انستغرام او انستغرام ديالي عندك عندك ما ديرش ليا فولو حيت بزاف ديال الناس كيقول لي خصني نرياكتي بزاف ديال التراكات، باقي تابعني هكا ديال التراكات اللي راه باقي بنفس اللبسه وباقي المهم باقي ليا شي ثلاثه التراكات. سو جايز ما نطولش لكم بزاف، كان معكم في ديسكوت، تهلاو.